الأستاذة مريم النعنوعة، لماذا لجأت السيدات في لبنان إلى هذا المجال؟ أول شيء يسعد مساكم ويعطيكم العافية، وبداية بدي أقول ينعاد على كل أم وكل امرأة وكل بنت وكل إنسانة وكل امرأة، ينعاد عليها بهذا اليوم، اليوم العالمي للمرأة. أنا اسمي مريم، عمري 34 سنة وبشتغل كمزيلة بمنظمة مانك. إحنا هيدا الشغل اللي عم نشتغله هيدا بالنهاية واجبنا، هيدي أول شغلة، ونحن لأنه جزء من المجتمع مفروض نشتغل هيدا الشغل، وهيدا الشغل يعني بيخلينا نكون أقوى وبيخلينا نكون أكتر صلابة، ونحن بنثبت وجودنا أنه نحن كامرأة موجودة بهيدا المجتمع، من حقها أنها تشتغل هيدا الشغل وقادرة تشتغل هيدا الشغل.